ازيك يا استاذ ضحى؟ ازاي الصحة يا باشا؟ دولار ولا مصري؟ هما كم مصري؟ 31,370. بس لو عايز رأيي، الدولار شوية حلو اليومين دول، اصبر عليه شوية هيعلى كمان. خلاص ماشي، اوكي؟ اللي تشوفه ماشي. تمام. يوسف، مش مصدقة مرتين في أسبوع واحد. ازيك يا أمل؟ كان عندي إحساس إني هشوفك تاني. سبتها قريب؟ هي مين دي؟ مراتك. حد أعرفه؟ طب مش عارفك أصلا إن أنا متجوز يعني. ما كانت دبلة باين في صباعك. وبعدين ده انا كلمت سايبها دي، مش محتاجه ذكاء يعني. المتجوزين لازم دقنهم تبقى طويله زي النور. ازاي؟ ميرسي. لسه قهوتك من غير سكر؟ ايوه. ما اتغيرتش لسه، بتحط 4 معالق. يوسف، انا عارفه ان كلامي ده متاخر قوي، بس انا بجد اسفه. بص، انا لما شفتك كنت حاسس ان احنا لو قعدنا هنفتح في القديم، فعشان كده كنت متردد، مش عارف ايه اللي خلاني اوافق. يمكن فضول. المهم، انت عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله عايشه. طب الحمد لله. انت عارفه ان انا حاولت اكلمك قبل ما تتخض، كان نفسي اعرف ساعتها انت بعدتي ليه؟ فكرت في مليون سبب. قلت يمكن تكوني حاسه ان انت مستواكي اعلى من مستواي، او تكون ريحتي وحشه. بس انت عارفه، انا لو كنت شفتك ساعتها كنت قتلتك. كان عندي اسئله كتيره ملهاش اجابات، بس مع الوقت كانوا بيقلوا لغاية لما ما بقتش فارقة معايا في كل اللي كنت فاكره إن كان فيه. بس خلص. شفتي بقى، خليتيني أعمل اللي أنا كنت خايف منه، أنا اللي فتحت في القديم. يوسف، أنت ابن حلال، من جواك أبيض قوي، وألف واحدة تتمنى تبقى معايا. صدقني هي ما تستهلكش. انا صحيح ما اعرفهاش، بس انا عارفاك كويس. يوسف، اللي انت عارفاه ده اتغير خلاص يا امل. ما تقولش كده. ايوه اوكي، طلع على طول. انا لازم امشي، معلش جوزي بره. انا عازمك. لا، من امتى يعني؟ هي دي الحاجة الوحيدة اللي ما اتغيرتش فيا، مستحيل حد يحاسب لي. هشوفك تاني؟ إن شاء الله.